علشان نقدر نكمل استاذ رامي يعني هذا الحوار بالشكل اللي انا كنت بتصوره، انا لازم يبقى عندي موقف واضح من حضرتك. هل حضرتك نادم على ذهابك لهناك ولا لا؟ شايف انه مشاركتك هناك او ذهابك لتركيا وعملك سواء في مكملين او الشرق كان خطأ كبير؟ وانا في اول حوار ليا لما عدت الى مصر قلت كان خطأ كبير الموقف اللي سيادة العميد بيتحدث عنه. النهارده نتحدث عنه لانه الرؤيه اصبحت واضحه. انا في ذلك التوقيت كان موقفي لا اصلا. هقول لك ليه انا بسال السؤال ده بصراحه. انا مش هدفي الحقيقه ان انا احكمك لانه ده مش دوري ولا شغلي، لكن لما حياتك تقول لي انه كان في جزء ايجابي من عملي هناك، انا هنا عندي تحفظ شديد على هذه الجمله، وبالتالي لازم استوضح موقفك بشكل واضح، لاني ما اقدرش اكمل الحوار اذا كنت شايف مش هقدر اكمل الحوار اذا قلت لي ان كان في شويه ايجابيات وقضايا حلت. الحقيقه عملك في قناه معاديه لمصر لا يعني اي حل مشاكل شخصيه الحقيقه بالنسبه هو انا لا حديثي واضح يعني ولا له واظن أي انا برضو المشاهد حديثي واضح تحدثت كويس. انه هناك خطا انا ارتكبت خطا وكان الموقف في ذلك التوقيت تحدثت انه ما كانش الموقف واضح بالنسبه لي شخصيا من عده قضايا وعده ملفات، فلذلك كان ده قراري في ذلك التوقيت. نتكلم على 2014 مش عارف 2015 اللي انت النهارده شايفه كان خطا طبعا كان خطا او خطيئه، لانه كمان التحالف مع جماعه الاخوان خطا كبير خطيئة كبرى. خطأ أو يعني أي يعني يعني أعذرني يعني بس أنا بحب أكون واضحة في هذه الأمور. ما أنا قلت حضرتك هو خطيئة كبرى ومش عايز أقول هو إيه بالنسبة لا للبلد هو يعني هو كان هو موقف خطأ إزاي بالنسبة لا للبلد لا بس أقول لك حاجة برضو يعني خلينا برضو بلاش إيه هو خيانة نضخم عفوا طبعا ما بتكلمش عنك إنما إن أنا أتحالف معهم هو خيانة. في ذلك التوقيت أنا كنت أرى إنه الموقف مختلف. تعالوا نرجع شوية نشوف موقف الرئيس السيسي انا عندما كان وزيرا للدفاع. لا انا هستاذنك انا مش عايزه ارجع لاي شيء يبرر انا رحت ليه. انا يعني لا ابرر لا ما ببررش. انت بتقول انه خطا انا شايفه خطيئه انت شايفه خطا لكن انا لا ابرر ذلك. انا بقول انه تعاملي مع جماعه الاخوان في وقت معين انا كنت شايفه قد يمر، ولكن لا بس مع هو التعامل بعد 30 يونيو الحقيقه ما كانش في اي شيء قد يمر بعد ما ده هم حصل 30 يونيو طلعوا ذبحوا في الناس. فيعني الرئيس السيسي نفسه تعامل مع جماعه الاخوان يا جماعه ده كان وزير دفاع وزير الدفاع ده موضوع شيء اخر حضرتك الاول ولما ادرك حقيقتهم لا انت في نفس مكان الرئيس السيسي لا انا بتكلم انه وزير دفاع مصر وقتها وجهه نظره في ذلك التوقيت ولا الوضع بعد 30 يونيو زي ما كان من قبل. انا بقى في بعد 30 يونيو في ذلك التوقيت كانت الصوره بالنسبه لي ضبابية، كانت الصورة مش واضحة، لذلك تعاملت مع جماعة الإخوان. النهاردة بقول إنه التعامل معهم كان خطأ لأنهم في الحقيقة يعني مع الأيام ومع الخبرة أدركت إنه الهدف مش الاصلاح. كويس قوي. انا بقى عايزه اعرف السياسه التحريريه بتاعتهم بما انك كنت بقى هكملك. كملي وعايز اعرف السياسه التحريريه بتاعتهم. ما انا قلت لك انا كنت هكمل والله انا طب. كنت هقول انه ادركت مع الايام انه هدفهم مش الاصلاح. انا كنت في خيالي انه قد يكون الهدف هو الاصلاح بشكل ما اصلاح بشكل من الاشكال، ولكن أدركت مع الأيام أنه لا الهدف مش الإصلاح، الهدف هو صناعة أزمات في مصر، صناعة أزمات وهذه الأزمات تدفعك إلى صدام ما بين الشعب وما بين السلطة. لما أدركت هذه الحقائق وبدأت أواجه بيها المسؤولين هناك الحقيقة كان خدوا مني موقف يعني قلت أيمن نور عمل إيه بعد كده، ويعني يمكن شرحت الموضوع بعد كده. وحتى وصل الامن الموضوع ان هم يعتقلوني يعني لانك امتى بدات تدرك انه الهدف ما هوش والله متاخر يعني والله متاخر والله يعني بعد ما كنت هناك سنتين والله بعد ما كنت هناك سنتين ايه اللي خلى بدأت يعني ايه اللي خلاك تشوف الامور بشكل مختلف؟ بدات ادرك انه هناك يعني الموضوع مش مصري خالص، هناك اجهزه خلف الموضوع، وادركت يعني انه مع الايام انه أيمن نور يتعامل مع أجهزة في الخارج يعني ويتعامل مع مثلا مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. أدركت ذلك مع الأيام، ولما بتدركه وبتواجه بيه اللي قدامك بيبدأ ينكر وبعدين يبدأ يعمل ديفنس إن هو يضرب فيك أنت شخصيا. فوصل الأمر لاعتقالي في النهاية، ويعني يعني تطورت الأمور. الأول ضغط اللي هو لو ما يعني اسكت، وبعدين تطور الموضوع لغاية
كويس فعلا. انا هعرف طبعا التفاصيل ده، لكن الاول قبل ما ارجع لسياده العميد خالد عكاشه، انا عايز اعرف السياسه التحريريه كانت بتمشي ازاي يعني عندكم وانت كنت صاحب برنامج هناك في القناه. نعم. انا بالنسبه لنا برنامج غربه بالنسبه لك او ما شاهدته طبعا. طيب مع انا كمان. انا كنت رئيس تحرير يعني الواحد برضو يقول ايوه صاحب قرارك يعني ما كنتش انا كنت رئيس التحرير في برنامج غربه ولا يتدخل فيه اي شخص. وانا مسؤول عن كل كلمه اتقالت في برنامج غربه، لو هناك حرف واحد اتقال عن مشاكل خارجيه مثلا، ازمه مثلا، حد عنده مشكله مع القنصليه، حد مشاكل المصريين في الخارج، انا يعني اتحملها. كنت ده اللي بتتعمل. طب في ولكن البرامج التانية في القناه بقى، تعالي بقى السياسه التحريريه للقناه بالزبط. كان الشغل كالاتي، بنشتغل في شغل جروبات على الواتساب. كل برنامج له جروب على الواتساب ولا ايه؟ لا احنا كلنا كلها. موجودين على جروب في الواتساب وكل برنامج ليه جروب على الواتساب. صحيح بقى. صحيح. تبدا تشوف انه المسيطر على ذلك الجروب، وهي انا اظن انا النهارده في اعتقادي 90% ان هي حد جهه خارجيه، المسيطر على ذلك الجروب يبدا يرمي لك معلومات في الجروب، وهو عارف انه نوعيه المعلومه اللي رامي بياخدها، يعني رامي في المصريين في الخارج، فيبدا يرمي لك المعلومه اللي انت عارف ان انت هتاخدها. محمد مثلا فلان الفلاني عارف نوعيه المعلومه اللي بتشده، فيبدا يرميها لك على جروب الواتساب. لكن مع الايام ادركت انه من يدير ذلك الجروب، يعني انا برضو بدات يعني كان بقى عندي اسئله، يعني مين اللي بيدير الجروبات دي ومين اللي بيمشي المواضيع بهذا الشكل؟ مين؟ انا ادركت انه هناك جهات خارجيه، يعني اظن يعني خلف الدكتور ايمن إيه؟ خلف الدكتور ايمن نور هناك الدوحه، وهناك جماعه الاخوان المسلمين. تركيا على فكره لا تتدخل كثيرا لانهم ما يعرفوش لغه اصلا لغتنا يعني، ولكن هم سامحين لك بالارض، يعني اشتغل من عندي، فكره اشتغل من فكره العمليات النفسيه. هم لازم يبقوا عارفين اللغه يعني عشان يبقى عندهم استراتيجيه عايزينك تركزها. لا فكره العمليات النفسيه ايه؟ العمليات النفسيه هي صناعه خلخله للطرف الاخر في التوازن عن طريق مهاجمه عقله ونفسيته. انت بتواجه العقل والنفسيه بتاعته عن طريق عده برامج. الاتراك على فكره لا يتدخلوا في السياسه التحريريه، الاكثر اللي يسيطر على هذه المنظومه هي الدوحه، قناه الجزيره طبعا، او يعني ما اقدرش اقول قناه الجزيره بشكل مباشر، اقدر اقول لك بعض الاطراف. تمام.